وعن برقية التعزية التي أصدرها القسم الإعلامي في هيئة علماء المسلمين بشأن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة دكتور عبد الحميد العاني. أهلا بك معنا دكتور عبد الحميد. حياكم الله، مرحبا بكم. حياكم الله دكتور عبد الحميد. يعني أصدرتم في القسم الإعلامي لهيئة علماء المسلمين برقية تعزية للمؤسسة القطرية للإعلام ولقناة الجزيرة الفضائية باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. بداية، يعني كيف تنظرون في الهيئة إلى هذه الجريمة وملابساتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. هي كما وصفت هذه الجريمة بأنها جريمة مكتملة الأركان، كان هناك قتلا متعمدا لهذه الصحفية، وهي معروفة ومع يعني ومرتدية لكامل العدة أو الملابس التي عليها هذه الإشارة، وفي مكان لا يوجد فيه أي التباس بأن هنالك ربما اضطراب أو نوع من القذف الحجارة على الأقل أو غيرها. ولذلك كما عبرت قناة الجزيرة بأنها كما قلت جريمة مكتملة الأركان، كان هنالك قصد واضح لإسكات هذه الصحفية ومن ورائها الإعلام الذي هو يفضح دائما هؤلاء الإرهابيين، إرهاب متعدد متمرس في إسكات أو في ممارسة هذه الجرائم، جرائم إسكات الصحفيين واغتيال الصحفيين ومحاولة إسكاتهم لمنع نقل الصورة الحقيقية وصحيحة إلى العالم. نعم، يعني هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني لربما أو بالأكيد ليست الجريمة الأولى بحق الصحفيين الفلسطينيين. ماذا يريد الاحتلال من استهداف الصحفيين المحميين بنصوص المواثيق الدولية خاصة في هذا التوقيت؟ نعم، هي كما أشرت أنت هي حلقة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات ولا سيما للصحفيين، والكيان الصهيوني معروف بهذه الانتهاكات. بالأمس قناة الجزيرة ذكرت أن هنالك 55 صحفيا فلسطينيا تحديدا تم استهدافهم، تم قتلهم من قبل هذا الكيان الصهيوني منذ مطلع عام 2000 إلى الآن، هذا فضلا عن العشرات الذين في السجون. نحن نتكلم الآن عن كيان صهيوني يمارس مثل هذه الانتهاكات بحق الصحفيين، لكن لا نريد أن ننسى أيضا بقية الإرهاب الرسمي الذي يدعم الكيان الصهيوني في مثل هذه الجرائم وفي بقية الجرائم والانتهاكات، وتحديدا مشاركتهم لهذه الانتهاكات وهي إسكات الإعلام الحر في أمريكا. أيضا الراعية للكيان الصهيوني هي مشاركة وتاريخها أسود في هذا الملف تحديدا، والغاية من ذلك هو إسكات صوت الحق الذي ينقل الحقائق إلى العالم وفضح هذه الجرائم وفضح الانتهاكات التي تمارسها هذه القوات الإرهابية الرسمية من جيوش الاحتلال، وتحديدا نتكلم عن أمريكا والكيان الصهيوني، ولا نبرئ بقية الكيانات وبقية الأنظمة الرسمية التي تمارس هذا الإرهاب. إذن دكتور عبد الحميد، يعني بما أننا نتحدث عن الداعم الأساسي للاحتلال ويعني نتحدث هنا عن القيادة الأمريكية، يعني استهداف الاحتلال الصهيوني للصحفيين في فلسطين يتشابه مع استهداف الصحفيين والإعلاميين ومحاولات إسكات الأصوات الناقلة للحقيقة في العراق. كيف ترى أوجه الشبه ووحدة الهدف بين يعني البلدين فلسطين والعراق والداعم الأساسي لهذا الاستهداف؟ أوجه التشابه كبيرة جدا، ومن حيث المبدأ فالقاتل واحد والمقتول كذلك واحد المستهدف، لأن هؤلاء هم كيان واحد، كيان احتلالي، سواء كان من قبل أمريكا أو من قبل الكيان الصهيوني أو حتى النظام الإيراني، كلهم أنظمة احتلال، والمنطقة نحن ننظر إليها أنها منطقة واحدة. يعني لا نتكلم عن فلسطين بمعزل عن العراق أو العراق بعيدا عن فلسطين، نحن نتكلم عن أمة واحدة وهنالك استهداف واحد وهنالك علاقة وثيقة بين هذه البلاد العربية والإسلامية. ولنتذكر في هذا المقام تحديدا قضية استهداف الصحفيين، أول من من أو من الأوائل من سقط من الصحفيين شهيدا في العراق طارق أيوب وقتها، وأيضا كان من قناة الجزيرة في بغداد عندما
تم استهداف المقر من قبل القوات الغازية الأمريكية في بداية أيام دخولها إلى بغداد، واستمرت القائمة في الاستهداف من قبل الأمريكيين في العراق ومن قبل الإيرانيين، وإلى حد هذه اللحظة تساقط المئات، لا نقول العشرات بل المئات من الشهداء، فضلا عن الذين تم مطاردتهم أو استهدافهم بالاعتقالات، ولا يزال الكثير منهم في زنازين السجون. نعم، إذن الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت ضيفا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.